تقليدية، جلبوت، بوم، باتل، بقارة، شوي، بالم، سمبوك، بقارة، طواش اللي هو تاجر اللؤلؤ، النوخزة المسؤول عن إدارة السفينة، الغيث اللي بيغوص، البلد والبلاد اللي هي التقل اللي بيعوروه بحبل، السكوني المسؤول عن ضفة السفينة، السايب اللي هو وعي سيب اللي بيبقى ماسك الغواص أو الغيث، النهام اللي هو بيغني المكان اللي بينام فيه، النرجيلة المزار اللي بيجيب لهم المية والزاد، المسكر سور من الحجر بقرب من الساحل، بيمتد من 3 اتجاهات عشان الأسماك تدخل، الحظرة وسيلة لصيد الأسماك قرب من المناطق الضاحلة.